وحراميها طلعوا اخوات ما يفرقوش عن بعض نسخه مطابقه واحد تخصص عدل ومرافعه والتاني بلطجه وخف وسرقه واحد مقطع البطاقه شكله شرب محيط جراقه كده وجيت منها الصبح. ماشي. وايه حكايه تروسيكل الانابيب ده؟ ابدا كنت خرمان ونفسي في كوبايه شاي يا بندق. ومفيش انبوبه بوتاجاز واحده توحد ربها في المنطقه كلها. قلت اغب على مستودع الانابيب اخد لي انبوبه. لقيت التروسيكل ده في رجلي. يعني انت جايب كل التروسيكل ده عشان خربان؟ هقول لك ايه؟ ما انت الحاوي طول عمرك مرزق يا ميشو. بقول لك ايه؟ ركز معايا في البقين اللي انا هقولهم دول. الكبو رجع لعزيز الصايغ النص وقال اللي كان لايفهم منه. ودفع له 10,000 جنيه وقتي والسايغ سابه بعد ما التوخي قمر. ما تقلقش كب دلوقتي بقى عامل زي الكلب الجربان يعني ملوش عزوه. طب والتوخي؟ ما انت عارف التوخي ده ممكن يعمل ايه؟ ده رئيس جمهوريه البلطجه في البلد دي وليه حبايب في كل حته. التوخي قمر الصايغ انه يسيب الكب عشان محسوب من رجالته وعشان اسمه في السوق. وبعدين التوخي دلوقتي عرف مين هو ميشو الحاوي بعد اللي عملته له امبارح. ايه ده؟ هي مصلحه امبارح دي كانت تبعه؟ ده اولنا بس يا معلم. كده بقى ابتدي اشم ريحه الجنه. بس انا خايف عليك يا ميشو، اصل الكابو ده. انسى يا بندق. الكابو دلوقتي لو رجع تاني يبقى رجع لقضاه. يا
جاش ولا ظهر من يومها. ما انا قلت لك من الاول مشي خارج النطاق، وسمكه في الخدمه يا اخويا. هتلاقي على ليلتك الف الخدمه قال، ما انت قاطع شحن السمكه قال، ده انت حاطط البسريه والبسريه معفنه قد كده. وبعدين يا رب انا هفضل الف ورا الراجل ده. انت يا بنت يا لسعه يشو. خد امسك الجاكيت بتاعك اهو وفلوسك اهي، عشان ما تقولش بس ان احنا خدنا حاجه. سلام عليكم. استني هنا يا بت، انت رايحه فين يا بت؟ ما تقوليش يا بت، انا اسمي دنيا. طيب يا بت دنيا تعالي بقى عشان عايز. ايوه كده. بس الكوبايه دي خفيفه. شكرا. الحمد لله. ندخل بقى يا استاذ صبري في المهم. ندخل. اتفضل يا سيدي. دي صوره اخويا وتوامي، عايزها ان شاء الله تنزل عندك في الجريده في الصفحه الاولى، وان شاء الله امي هتدعي لك قوي يا استاذ صبري لما يرجع. ما تقلقش يا فاطين، ده احنا اخوات. بس يعني انت عارف ان الاعلان في الصفحة الاولى هيكلفك كتير قوي. الجورنان دلوقتي بقاله اسمه وبيتخطف خطف من السوق. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش الكلام ده قدام حد. واما بنعمة ربك فحدث. ونعم بالله. وبعدين يا استاذ صبري مش المهم الفلوس، يا ريت هم الدنيا فلوس كانت الدنيا اتحلت. المهم اخويا يرجع ان شاء الله بالسلامة. امسك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ايه؟ 20 جنيه. ولما الإعلان ينزل إن شاء الله ليك زيهم. 20 جنيه؟ كتير مش كده؟ يا أستاذ صبري ده إحنا إخواتي يا راجل، حطهم في جيبك. وبعدين يعني هو أنا لما هفنجر هفنجر على مين غير على أصحابي حبايبي؟ استأذن انا بقى يا سيدي دلوقتي، لحسن الليل داخل عليا ولازم اروح البلد، لحسن امي تقلق عليا. سلام عليكم، مش هوصيك بقى. ها، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ صبري. ما حدش واد يشتري الجنان ده، احنا بعنا 15 نسخه بالعافيه وبالمحايله، مش كل يوم كده، حرام عليك. بتقول ايه؟ الجماهير خطفت منك النسخ وباكتر من ثمنها كمان. معذره يا مصري. نص ثمنها يا استاذ صبري. لا بيقول لك خطفت النسخ. خطفت خطفت ايه؟ اهو اهو ده الملحق. مع السلامه يا فاطين، وتاكد ان الصوره هتنزل بكره في الاعلان. ها، في الصفحه الاولى. مع السلامه. انا عايز اتاكد انه هيتباع يا استاذ صبري. تاكد انه اتباع بالفعل. مع السلامه. بكره هتلاقيه في في في, في محطه المترو. ما بركبش متروهات انا. هتلاقيه في القطر، هتلاقيه في الشارع. مع السلامه يا فاطين. مع الف سلامه. ايه يا رضا؟ ايه يا رضا؟ كنت هتضيع ال 20 جنيه؟ على فكره يا ميشو، ابويا كان عايز يشكرك عشان اللي انت عملته معاه. ايه ده، انت قلت له؟ اه، ما انا ما بخبيش على ابويا اي حاجه. اه، وهتقولي له بقى على حمص الشام اللي احنا شربناه على الكورنيش؟ امال ايه، هقول له طبعا. انت بت، كان في حد في عيلتكم لمؤاخذه يعني عبيط؟ لا والله العظيم، ليه بتقول كده؟ لا مفيش، في حاجه انت يعني؟ لو المصحف ما في حاجه. اللي قول لي يا ميشو، هو انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا دول؟ عندي شغل، شويه شغل كده. شغل ايه؟ هو انت بتشتغلي صحيح؟ مالكيش فيه. يلا بقى دلوقتي علشان اوصلك، عشان ما يقلقش عليك. لا ما تخافش، وهو اصلا مش هيقلق عشان انا قايله له ان انا معاك، وهو مستنيك عشان تشرب معاه الشاي. هو مين؟ ابويا. فين؟ في البيت. لا انت تفكك مني خالص، انا هوصلك وطيري حمام كده. يا ميشو يعني يرضيك ابويا يزعل منك وهو بيحبك؟ الله، هو كان شافني فين علشان يحبني؟ ما انا حكيت له عنك. قلت لي كان في حد في عيلتكم عبيط. ها؟ الو. ايوه يا فندم، انا نضال حبيب، المقدم نضال حبيب. يا فندم. ايوه يا فندم، انا وصلت الجزيره بس لغايه دلوقتي مستنى عربيه تيجي تاخدني من القسم. يا فندم معلش التليفون هيقطع. شو ده؟ وده وقته. لو حضرتك رايح يعني ناحيه جزيره الورد كده، انا رايح هناك. ده بعد اذنك، معلش هتعبك معايا. لا عادي، اتفضل اتفضل. هتعرف تفتح؟ معلش. اه ان شاء الله. انت ايه، بتبيع ورد ولا ايه؟ تعالى امسك كده لو سمحت. معلش. خش برجلك اليمين والنفس. معلش انا اسف جدا والله. يا فندم ولا اسف ولا حاجه. انا فاطين علي حسين الجرح المحامي، وحافظ جزيره الورد دي شبر شبر. حضرتك بقى رايح لمين هناك؟ انا والله رايح. والنبي ما انت قايل،
حضرتك كده شكلك محترم، يبقى اكيد رايح لعم عروة الترزاجي علشان يعمل لك بقى بجامتين، صح؟ لا مش صح، انا والنبي ما انت قايل اكيد حضرتك رايح للمسيد بتاعه الجبنه والسمنه، حاكم السمنه بتاعتها بتطلع مرته ايه ما اقولكش، مظبوط؟ لا مش مظبوط والله، انا والنبي ما انت قايل. قال لا يا عم انا هعرف، يعني هعرف، وبعدين لسه الطريق قدامنا طويل يعني، ونقعد نتسلى. مش هتطلع بقى ولا ايه؟ طب انزل زوق بقى. زوق ايه؟ العربيه بردت. وهي لحقت بردت؟ ما حضرتك شايفها قد ايه يعني، لو نفخت فيها هتبرد. يلا انزل عشان تبقى تتمقلس عليا. يلا انزل. جامد ها؟ يلا زوق لوحدي يعني؟ يلا امال هنزل ازق معاك. يلا بس كفايه من غير كلاكس. اه ما فيش حد اصلا. يلا النهارده اخر نبطشيه ليا في الاسم ده. ليه؟ لان العمر جري ووصلت لسن المعاش، لكن الشيء اللي مصبرني ان تاريخ البوليسي تاريخ مشرف يشهد له القاسي والداني، ويشهد ايضا اني لم اقصر يوما في اداء مهام وظيفتي، وبتهيألي ان انتم كمان شاهدين على الكلام اللي انا بقوله ده. حتى حيتساءل ويقول اني جاي ليه؟ جاي اودعكم واقول لكم اي واحد فيكم يحتاج اي حاجه بيتي مفتوح لكم كلكم. الوداع الوداع يا مجرمين، عيش فترة العمر. هتوحشوني قوي قوي، هتوحشنا قوي قوي يا عم عزوز والله. الله يخليك يا وائل. افتح الباب يا وائل، لان لحظات الوداع دي بتاثر فيها جامد. الباب مش هيفتح يا عم عزوز. ليه يا وائل؟ اصل نسيتوا قفلت الباب والمفتاح بره، ومفيش حد من القوه موجود. في مشكله كده ولا ايه؟ مفيش مشكله يا وائل، المشكلة الوحيدة ان احنا هنضطر نبات هنا في وسط المجرمين المعفنين المرتزقة دول يا وائل. اخوانا حد يفتح لنا الباب، حد من بره يفتح لنا الباب. مفيش حد جوا، مفيش حد بره يفتح لنا. الله يخرب بيتك يا وائل، تمثل لك مشكلة دي؟ تبقى رايح عند ام نوجة بتاعة المفتقة. يا سيدي انا رايح لام نوجة ولا ابو نوجة ولا نوجة نفسها. يبقى عند ام انح بتاعة الزلابية. ويا سلام بقى ايه هنا امان الامان الجزيرة دي يعني مفيش. ايه ده؟ انزل. هو ده امان الامان؟ انزل منك اهو. انزل يلا. ده جحش انا عارفه يعني حضرتك يعني. انزل. بقول لك ده جحش. بقولك ايه، ما هو ما ينفعش يعني قطعينه طرق اليومين دولت يعني كده يوقفوا الناس المحترمه في انصاص الاهلي. ده مش شغله قطعين طرق. ها وبعدين حتى عشان الضيف. اركب ياد منك له. حاضر. وانت على انت هنا انت رايح فين؟ ايه طب عايز ايه؟ ما عربيتي دي ما حدش ياخدها بقى، ما مش كل مره تاخد العربيه. وقول للدرغام بتاعك دون بقى ان فاطين علي حسين الجرحي هجيله من النجمه ان شاء الله. اتفضل. عايز تاخد العربيه؟ اه خد. والمفتاح جوه وكل حاجه. اوعى. اتفضل يا باشا اتفضل. امسك ياد. ده هيكسره ده هيكسره. دخلني ياد دخلني. انا مش عارف اخش العربيه، مش عارف اخش العربيه. معلش اخش انا وامشي. اخش تخش انت. خلاص يلا انا هزقها لكم. اه خش انت. ادم البقلاوه. خد اركب. ازق يا عم. اركب ونزل اليد. خلي السلاح معاك. يلا. اوه ده الجحش ده قاطع طريق يعني. بس الشنط الشنط. اه الشنط بتاعتي. معلش حضرتك والله. بص احنا هنروح القسم وانا هشهد بقى لاني محامي، هشهد معاك ان هم خدوا الشنط بتاعتك. وما تقلقش حقك هيرجع لك بس بالقانون. ما تقلقش شنطتك وحاجتك هتجيلك لحد عندك، وعم عزوز هيعمل لنا محضر ايه سقعه، والجحش حضرتك هيتربى. عم عزوز يا عم ايه ما تستهترش بيه قوي كده. عم عزوز ايوه ده مساعد اول ممتاز ضابط يعني صول قد الدنيا، وبيني وبينك هيبقى حمايه ان شاء الله على القريب. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك. عايزين نفرح بيك بقى. احنا عايزين نخلص والله يا استاذ فاطين. ماشي حاضر يا عم عزوز. ايه ده عم عزوز وراح فين يا عم عزوز؟
مفيش حد في القسم كله. لا عم عزوز ما يتاخرش عن الواجب الوطني بتاعه، ما يتاخرش عن شغله ثانيه واحده، هو بس تلاقي الشغل مريح يعني ففرق جسمه هنا ولا هنا. مريح. يا عم عزوز مريح ايه اللي مريح ده؟ هو احنا داخلين اسم على الشفاطين ولا جايين مكان غلط؟ ايوه يا عم اسم يا اسم النبي حرصك وصانك، ما تتحملش قوي كده يا عم، اصبر. الصبر مفتاح ايه؟ مفتاح الفرج. لا مفتاح 19. يا عم عزوز انت فين بقى يا عم عزوز؟ انا هنا يا فطين تعالى. اهو شفت الصوت جاي من هنا، تعالى بقى ورايا يا ساتر. تعالى تعالى، مش بقولك عم عزوز ده بيعز الشغل زي عينيه، بيحبه جدا جدا. اضرب بقى عم عزوز بقى معايا ضيف ما تعرفناش بقى في الليله السودا دي. انا هنا في الحجز. الله اكبر، شوف يعني حياته كلها ما بين الحجز والمحاضر والمجرمين. مخلص مخلص هتشوفه يعني حضرتك. يلا بقى عم عزوز، في معايا محضر سقع لازم تعمله لنا بايديك الحلوه دي اللي تتلف في كلبشات. يا ابني انا مقفول عليا الباب من 4 ساعات لغايه ما استويت، افتح لي بقى، انت ربنا بعتك نبته ليا. اصحى يا ست اصحى، خلاص اورجت. على فكره بقى هو لا حمايا ولا عرفه، ده يا دوبك بس قرايه فاتحه وممكن تتفضل. وجعت. ما شاء الله بقى عم عزوز بقى، ايه مالك النهارده؟ اقول لك يا فطين ما تسربعنيش، انت عارفني في شغلي، احب اعمل شغلي كده على رواقه وعلى ميه بيضه. ها فين القلم اللي كان هنا اهو؟ النيله مين اللي خده ولا كان فيه هنا علبه قلم راحت فين؟ خلاص خلاص اهو ما تزعقش، امسك القلم اهو. خلصنا بقى، ما تحرجنيش قدام الراجل ده، انا مفهمه ان انت هنا الكل في الكل، ومفهمه ان انت شغال في القسم من ايام ما كان اوضه وصاله. ما تقلقش انا هوريك دلوقتي شغل الداخليه على ما بيضة، شغل المعلم لعياله. بطاعتك. اتفضل يا عم عزوز. مش انت بطاعتك اخويا اللي واقف لي مقطوع، واقف كاني خايف على نص بيتكم، ما تقف ادري يا ولد. اتفضل وابتر من البطاقة ده قلبك ما ربيتهولك. انا هوريك بقى شغل شارلوك هولمز بتاع الداخلية، اللقب اللي انا مطلعه على نفسي. ضال حبيب عبد الرب. سعادة سعادة المقدم، نضال حبيب عبد الرب الرئيس المباحث الجديد. تمام يا فندم. طبعا معزوز انا همشي انا بقى علشان لسه يعني تعبان حالا يعني. سلام عليكم. استنى يا استاذ فطين، رايح فين؟ مش لسه في بينا كلام ما خلص؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اخر حاجه بقى وصلنا لها كانت ايه؟ ام النح بتاعه الزلابيه، لحد بقى ما ظهر الجحش حضرتك يعني. الله يخرب بيته. بتغني حمام، بتغني المين يا حمام؟ حلفت انا وحلفت عليه يرجع لي قبل الليل يا حمام، اصل الغيلان بيدور فيه على اي ظهر جميل يا حمام، وانا حقي ضاع وفين حلاقي، والناس ما هماش ناس يا حمام. وتغني يا حمام، بتغني المين والمين والمين، بتغني المين يا حمام، بتغني المين يا حمام. الله عسل عم فتحي عسل. طيب طير يا حمام، انا بقى اشوفك تاني يا ميشو. هجيلك عم فتحي هجيلك. والله يا ابني احنا ما ضحكنا ولا انبسطنا من يوم ما جينا من السويس الا النهارده. بقول لك ايه يا ميشو، انا شغاله في المستشفى اللي على الكورنيش، يعني غرزه كده بطحه كده تعالى لي على طول. غرزه كده بطحه كده؟
خلاص يا دنيا، لما دمي يسيح وفرفر في الارض هتلاقيني عندك في المستشفى. بعد الشرح ليك بهزر معاك. وانا كمان بهزر. طير يا حمام بقى. وين علي ابن حلال يا بنت توح؟ اوي يا توح. اقعد. ما يصحش. اقعد. امان الامان. ها حضرتك بتكلمني؟ ايوه بكلمك انت. امال بكلم مين؟ مش ده كلامك؟ اتفضل اقعد. ما يصحش. اقعد وتحط في بطنك بطيخه صيفي. ها بلاش البطيخ ده، حتى مش اوان. اخرس بقى، اسكت، سيبنا اتكلم شويه. عرفتني طول الطريق بالذمه ده بقى اسميه ايه؟ ها قاعد طول الطريق تكلمني عن القانون وازاي القانون بيتطبق هنا في جزيره الورد، وانا ممثل القانون، وانا 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 انا قلت بحاول، واكيد في عراقيل بتقابلني، بس انا مش هيأس، وبعون الله جزيره الورد دي هتبقى المركز الاول ان شاء الله على مستوى العالم كله، وهتاخد القريه القانونيه الاولى ان شاء الله، وده هدفي. هو صحيح في قله ضد القانون، بس انا مش هسيبهم، واكيد محتاج مساعدات وامدادات، ولا انا اعمل كل حاجه لوحدي؟ وبعدين مع حضرتك كنت موجود يا حضره الضابط، وكله حصل قدامك، ما طبقتش ليه ساعتها القانون على الجحش؟ ولا انتوا تسيبوا الجحش وتتشطروا على البردعه؟ جاوب يا حضره الضابط، جاوب جاوب. طب لو سمحت اسكت واهدى كده واقعد عشان اجاوبك. اديني سكت وهديت وقعدت، جاوب بقى. لاني كنت عايز اعرف واشوف اللي بيحصل عشان اعرف اتعامل. اي كلام بنسمعه لما بتتزنقوا يا حضره الضابط؟ اشوف، احدد، افكر، اي كلام في المهلبيه. على العموم حاجاتك دي انا مسؤول ان ارجعها لك بكره الصبح. بعد اذنك يا حضره الضابط، لحسن امي تقلع عليا. صباحه يا كبو. انا اللي عملته مش عشانك، انت عيل زباله مالكش لازمه، وما تشوش تمن الرصاصه اللي كان عزيز السايغ عايز يخلص عليك بيها، وانا امرته يسيبك عشان انت بس محسوب عليا وفي عشره بينا، وده اخر كارت ليك عندي من الليله دي، تنسى. صباحه. انا الكبو برضو يا باشا، ولا انت نسيت؟ مش عايزه وهوى ورغي وكلام ملوش عايزه. من دلوقتي مش عايز اشوف سحنتك هنا تاني، وتشوف لك حته تانيه تشتغل فيها بعهدك دي، واي كلام او رغي هيطلع منك انت عارف الكلاب لما بتتسعر بيتعامل فيها ايه. صباحه. اهلا يا عنتر باشا. ازيك يا حبيبي؟ انت اللي وحشني. كلمت حمدي بيه وقلت له يحدد لنا ميعاد مع صفوت باشا، بس لسه ما ردش عليا. ايه؟ في مصلحه جامده هو اللي هيخلصها؟ طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقش. يلا سلام. تعال تعال يا واد، خش الصبح هون، تعال حط القهوه هنا اهو قدام ساعه الباشا المقدر. هو فين المقدم ده يا عم عزوز؟ يا واد تصدق انا غلطان، انا صحيتك، ما هو ده الباشا المقدم قدامك اهو يا ولد. حط القهوه يا ابني، حط القهوه وروح يلا اوضه الاستراحه. الاستراحه اللي هي فوق يعني ولا يمين دي ولا ايه؟ امشي امشي من وشي ابوس ايدك. انا غلطان، انا روح نام لك شويه يا اخويا، استريح وقول لك بوس الحمام. اتفضل. سعادتك بقى على ما تشرب القهوه اللي هو باشا، تقوم تستراح عليك ان شاء الله. لما اقول لي خدامك عزوز السيد قشط، مساعد اول ممتاز من غير علم يعني كده يا باشا، يعني سول. وارجوك ارجوك اوعى تزعل مني يا باشا، ابوس ايدك، لان النهارده اخر نبطشيه ليا في الخدمه، وانا بقالي 40 سنه بخدم وزاره الداخليه، عمري في يوم ما خدت جزم. ابوس ايدك يا باشا، ما تقفلش خدمتي بجزم، اعمل بالقهوه اللي جبتها لك. ما تخافش يا حضر الصول، انما اقول لي الاستاذ فطين محامي. الاستاذ فاطين محامي من غير علم كده يعني بتاع قانون؟ لا، وايه وايه بقى؟ طالع في القانون، هو عيبه انه مندفع شويه، بس والله قلبه زي المفتاح البيضاء، وسمعته ايه؟ برلانت، بسم الله ما شاء الله. وفوق كده يا باشا خاطب بنتي، ده اذا سعادتك وافقتي يعني. طيب انا عايز انام دلوقتي،
وهدومي كلها في الشنطه والشنطه مش معايا. لا تقلق يا باشا، انت في ايد امينه. بص وكانك في الملعب. الشنطه ذاتها يا باشا بترحب بيك اهلا وسهلا. وميكي، انا بعد اذن ساعتك يعني جبت لك من عندي بيجامة قديمة من اللي دقوا علي، ومعاها غيارين ما تأخذنيش، يمكن الله أعلم المقاس يبقى صغير شوي، بس أنا عامل حسابي، أنا شرلوك هولمز بتاع الداخلية، أنا مسمي نفسي كده. جبت لك معاهم أستك عشان لو تحب أدككهم لك أدككهم لك أدككهم. توبجي يا توبجي يا توبجي، إيه يا عمنا ما ترد عليا، إيه في لسانك؟ طب يلا بقى قوم علشان عزمك على عشوة ملوكي من عند البرنس. بتقوم يا توبجي؟ هاتس بقى يرحمكم الله. يلا الواد غراب بعتلك الانبوبة؟ بعتها يا روح امك، وكنا مستنيينك عشان نعلقك عليها. يلا بقى في ايه يا باشا؟ في نفخ وفي كهرباء وفيه اللي ده بقيت حلو، هنبقى حلوين معاك. بقيت عايز ايه يا باشا؟ ايه اللي خلاك يالا تسرق عربيه الانابيب من المستودع؟ ما انت عارف يا باشا. حبيت تعمل بطل ها؟ بتصيط علينا في المنطقه يالا؟ عايز يطلع عين ابونا ويقولوا علينا ما بنشوفش شغلنا ليه؟ خلاص يا باشا، لا مؤاخذه يعني ريحوا الناس وهاتوا لهم انابيب عشان يعرفوا ياكلوا ماما. انت هتعمل لي روبن هود يالا؟ هتعمل قلبك على الغلابة وانت مسجل خطر؟ اسمع يالا، انا زياد الخولي بعرف دبت النملة وانا نايم في بيتنا. تحب اقولك امبارح عملت ايه في فيلا الخواص بعد ما اتفقت مع رشدي الطوخي؟ ولا تحب اقولك على مديحة اللي كملت الليلة معاها؟ طب ما سيادتك اهون يعني قاري الليلة كلها. يبقى بلاش بقى الشويتين دول وتعالى معايا عدل عشان ارتاح وريحك. خدت كام يالا من رشدي في الليلة دي؟ يعني سيادتك عرفت كل ده يا باشا؟ ما تعرفش روج الطوخي قفشني كام؟ ما تنطق يالا. هو سيادتك بتقفش منه كام يا باشا؟ انا قصدي يا باشا احنا مؤاخذة يعني زي بعض وكلها بترزق. اصروا يا باشا اصروا، هو ده الكلام. شوف يا ميشو، انا ممكن امشيك من هنا وتنسى قضية الانابيب دي خالص، بس تشتغل معايا. اشتغل يا باشا. هتبقى عيني على رشدي الطوخي واي حد تاني اقول لك عليه. مؤاخذة يعني باشا انا ماليش فيه. خلاص يبقى نمشي قضية الانابيب وتتسجن اروح امك. انا معرفش حاجة عن الانابيب يا باشا، ومحدش من الاهالي هيشهد عليا. لا مؤاخذة بقى لو انت عندك شهود طلعهم. حتى لو خرجت منها يالا، في قانون طوارئ اروح امك، هجيب لك امر اعتقال واعتقلك لانك خطر على الامن العام. يعني مش هتخرج من هنا يا ميشو وحاوي غير لما يجيلي مزاجي. عرفان خدوه. ماشي. استنوا قدامك لغاية الصبح يالا، فكر. عارش يا باشا، انا طول عمري متربي في الشوارع، بس عمري ما كنت وسخ وعمري ما هبقى وسخ يا زياد باشا. خدوه. تمام ساعتك يا باشا. انا مؤاخذة يا باشا، انا والله العظيم اول ما قال لي عسكري قمت جيت جري يا باشا. انا حتى ما لحقتش اكمل لبسي، كملته في الطريق يا باشا والله. انا اصلي لسه مخلص النباتيه بتاعت الصبح ويا دوب روحت. حصل لك كده حتى تكون نمت وفتحت كده واتبسطت. امال فين بقى ظباط القوه؟ ظباط القوه؟ ده هو عندي غنم. تمام ساعتك يا باشا، يبقى قدام ساعتك بعد خمس دقايق. طب انا عايز امر على الاسم اوضه اوضه ومكتب مكتب.
وتبلغ القوة كلها ان في اجتماع كمان ساعة. اجتماع؟ ده نظام جديد يا باشا. تمام ساعتك يا باشا. تعال تعال. لا تعال ايه؟ لحد هنا وكفاية يا استاذ فاضيين. بعد كده ركبي مش هتقدر تكمل خطوة واحدة. طول عمرك جبان جبان يا بسكليت. روح روح. استنى بسكليت، انا عايزك تروح لامي وتخليها تدعي لي قوي، ولو ما رجعتش يا بسكليت خليها تدعي لي اكتر، ها يمكن ربنا يكتب لي عمر جديد ولكل اجل كتاب. انا لله وانا اليه راجعون. ماشي يا استاذ شهيد، الوداع. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. اوعى بقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو سمحت يا جحش، ممكن تقول للرجالة بتوعك ينزلوا السلاح، لأن مش فاطين علي حسين الجرحي اللي يترفع في وشه سلاح. سيبوه يا رجالة ونزلوا السلاح. تعال يا فاطين. ايه ما سمعتش المعلم درغام بيقول لك سيبوه يا رجاله؟ ولا انت مش رجاله؟ امورنا يا معلم درغام خير؟ سمعت انك كنت عايزني. محتاج فلوس ولا حاجه؟ انا رقبتي سداده، ما تتكسفش مني، ده احنا اخوات يا ابو الدراغيم. بص يا صفاطين، القضيه لو اتاجلت المره دي هتزعل مني قوي قوي. وانا عمري ما هزعل منك يا درغام. حلبة ميزة حيات ابوك يا جحش. بقولك يا فاطين، القضية المرة الجاية تخلص وعباس ياخد براءة، عشان لو ما خلصتش بعد كده الكلام مش هيبقى بالبوق. امال هيبقى بالايه؟ بالودن. حلوة. هيبقى بده. بس ده هيبقى ظلم يا ريس درغام. وبعدين يعني افرض بقى القاضي ما حكمش بالبراءه او اجل القضيه، انا ذنبي ايه يعني اخرج من الدنيا كده وانا لسه ما دخلتهاش؟ كل الكلام ده ما ياكلش معايا. كلام خلص. طالما بقى وصلنا للكلام خلص وما ياكلش معاك، اسمع بقى يا ريس درغام انت والرجاله بتوعك وخد القنبله دي. بلا؟ ايوه يا رئيس درغام، وعايزكم بقى تجمدوا قلبكم على الاخر. الضيف اللي كان راكب جنبي ساعه ما الجحش جه خد مني العربيه وهرب ده ضابط شرطه، المقدم نضال حبيب عبد ربه، وهو رئيس المباحث الجديد. يا راجل الكلام غير ده. لا هقول وهعلي صوتي اكتر. وانا بقى لو في مكانكم ها اسافر اوهج يا اخي انت وهو، سيبوا البلد وتفعشوا. بقولك يا اسفطين، في رساله كده تقولها للسيد الضابط الجديد، قول له درغام بيقول لك حمد لله على السلامه وخلي بالك من هدومك. ايه كفار قريش بتضحك؟ اضحكوا اضحكوا، وانت يا جحش بالذات تضحك قوي كده وهز ديلك. بس عايز اقول لك حاجه يا درغام، واخر مره هقولها، الشاطر هو اللي هيضحك في الاخر. ولو كنت فرحان قوي بجنينه الحيوانات اللي حواليك دي، لا اعرف ان في صياد ماهر قاعد ومتربص ومش هيستريح غير لما يلمكم كلكم جوه القفص واخلي الناس تقعد تتفرج عليكم. بس ساعتها بقى الفرجه هتبقى ببلاش. فرجه وببلاش كمان؟ نفسه هو انت هتبقى انت لو اخدوك من حياتك ورموك في اقل حتة، وساعتها لما تغلط الغلطة تبقى غلطة، ولا انت حقيقي مجبر مظلوم والتهمة ثابتة يا راكب بسكليتة وسايق في المبادئ فاكر القانون سيطر وبتهرب من حقايق يا راكب بسكليتة بسكليتة وسايق في المبادئ المبادئ فاكر القانون مسيطر مسيطر بتهرب من حقايق
يستر ويحوط على الخدايا. قلبي يطرح نفسه، هو انت تبقى انت.